الو اميمه، كي دايره بنيتي؟ لاباس عليك؟ دايره مع الصحه؟ مرحبا بنتي، هو نهار كبير هذا. اشنو راجلك كونجي ولا شنو؟ 15 يوم بزاف ولا لا بركيتا شهر؟ نهار كبير. مرحبا بنتي يا راجله، انت غدوزو اليوم؟ مرحبا مرحبا مرحبا، ونهار كبير بنتي ونسيبي. واخا صافي يا بنتي، يلا انا نتسناكم. مرحبا بنتي، الله يحفظك، الله يسهل عليك بنتي، طرق السلامه، الله يجيبكم بخير وعلى خير. هاي لو كنتي غادي تجي عندي خصني نرد وجد راسي. هاك بنتي جات ونسني. ها أمي، ما بنتي هذه اللي جات. مشاكل كبار و جراو علينا من ديور الكراوس و هادشي اللي كاين. واش غديروا دابا؟ ايوا ما راه ما خلصناش الكرا دي 5 شهور وخرجنا من الدار. وشنو ناويين ديروا؟ ابا بغينا نبركو معاك شي يامات ومن بعد تا انا ما عندي فين تبرك معايا انايا، جايه بنتي ونسيبي هنايا. ياك ماما، وتا انا راني بنتك وتا هذا راه نسيبك، غادي نجلسوا بما لقينا الكرا وبما قلب على الغفر. خلينا نتبركوا بنيتي، ديروا حال راسكم. خلتها سيمانه وحده وغادي نمشي وما نبقاوش بزاف هنا. دخلوا بعدا تنحلوا هذا المشكل. دخلوا دخلوا. اسير انا من الزر، اسير سير انا من الزر بوحدي. كيفاش كاين يكون عندهم شي مشكل تما جايين عندي هنايا. كاع ما باغي نجي واحد الدار. راني عارفه راني عارفه هادشي، راه حنا خاصنا نقلبوا فيه. ايوا ديك الساعه ملي بغيتو تجيو علموني وقولوا لي حنا جايين، وقولوا لي راه كاين شي مشكل وكاين، باش انا ندير حسابي في راسي. غير ما عندناش التبعه خالتي باش نعيطو لك. امي راه هجروا علينا وما عندناش فين نمشي وما عندناش حتى ولكن انا كنت ندير حسابي، راه جايه خصك وراجل هنايا، كي غندير لكم نتومايا؟ وحنايا ما غير شدينا شويه عندك، غير بما لقينا فين لقينا شي بلاصه اخرى نكريو فيها. ايوا انا خالتي غادي نلقاو ان شاء الله شي خدمه. اسكت اسكت تاهي اسكت. امي احنايا ما غاديش نطولوا عندك هنا بزاف، غنجلسوا غير شويه شي ايامات وغادي نمشيو بحالنا، غير بما لقينا الكرا. وعبد الغفور ما بقاش خدام وما يمكنناش باش نخلصوا الكرا. ايوا شنو بغيتي نخدم عليه انا؟ خوتو ديك الساعه يمشي عند عائلته ولك بعائلته بخوتك. مع هاد الازمه وهادشي بحال نقصونا من الخدمه، وراك عارفه امي وبا الله يرحمهم، وما بغيتش نمشي نحوز على خوتي. ما باغيش تحوز على خوتك، وانا باغي تحوز عليا، رضيتي تحوز عليا انا؟ ايوا انا رانا ما خداماش، لكن انت ما خدامش، انت اللي راجل وما خدامش، وانا اللي مراش نقول؟ كنت كما كتعرفي خالتي انا خوتي غمقوا عليا وخداو ليا الورد وكلشي. ما يشاد الهضره كتقولي، حشومه عليك اما حنا راه بغينا غير يومين ولا 3 ايام، راه ما لقينا فين نمشيو، وراكي عارفه زيدون خوتو ما غاديش يشدونا وبعاد في العروبيه، وحنا راه ما بزز باش دبرنا على فلوس الطاكسي باش جينا عندك هنايا، باش غنمشيو للعروبيه ومصاريف وشحال من حاجه. بصح خالتي السيمانه نلقى خدمه ونمشيو. سيمانه؟ يا وليدي السيمانه راه بزاف، انا راه جايه بنتي وراجلها،
وراجلها ما كيبغيش اللي يعنكشو، ما يبغي مرتو ما غي غي مغامره. انا بنتي نسيب كاين هنا تبقى تدخل وتخرج عليهم نتايا بلا خدمه بلا رتمه. ما تخافيش انا نخرج. ونهار الاول ملي بغيتي تجي كنت تعيط لي تجي انت وهو صيفطي عند عائلته. امي انا ما غاديش نخلي راجلي باش نوصل لك واحد الفكره، راه فين ما كان راجلي غادي نكون معاه. وانا ما نفوش لكم ثلاث ايام تدبروا على ريوسكم. اش بالك صافي ما حنا غادي نجلسوا هاد 3 ايام ولا عطينا غير على الاقل غير سيمانه بما دبرنا على داك. اختك جايه وما راجلك عارفاه ما كيرضاش. وما انا ماشي بنت كمي، علاش كديري الفرزيات بيناتنا؟ حتى انا راني بنت. دابا شو هاتي يلا اليوم بديتي كتبغى تقابلي معايا دابا كنقابل انا وياك قدام راجل خصك. صافي خاتي صافي صافي انت من صافي ولا ما صافي انت سبب هاد المشاكل. قف قف تقولي بحال باغي يخرج. انا نمشي نقلب بقاي نسمع على الهضره. صافي نقلب على خدمه ونسافر شي نجي عاد. احنا غادي نمشيو نحطو عطانا شي بالك كنهضر معاك خلي هو يمشي سير داك البيت اللي ملي داك القم ثاني دي ليها الباب اجو سير. انا نزعلك تقي 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 لك واخا صافي هاد الكلمات نقولو بها الله الله عاون. هاد القفقاف لي جيراني محشومة عليك، علاش كتبقاي تقولي لي خرجت كلمة على 15 يوم اش نقول انا للراجل خصك ملي باغي كيتحدث معاك كلمة زينة ما يعرف يقولها. ومال هذا ماشي راجل بنتك حتى هو؟ لا الكلمه تخرج على 15 يوم عاد خرجها. ومال الكلمه جاب الهضره هو ربي خلقه هكاك واش تيبغي تشوف فايته في خلقه الله؟ احشم عليك ما هادشي اللي كديري انت دابا مي وما هزيتينيش اش خليتي البراني ما يديرش قلب على رجلي قلبتي على او كاع نقرقع في سنانو نوض نوضي تبي تبي قلب على الدم اختك الراجل اللي خداها تبارك الله لاباس عليه هما وشاهم واكل ومكلنا معاه واحد لاصق فيا بحال قريده. حاجه نهار كبير إيت ماما الحبيبة أجي أنا جي بنيت خلاص عندك البنس ماكينة كديرين لا بس في جسم الطريقة وليدي كرة متعبسو ضروري ضروري شوية العيا والإرهاق. يا بنيتي والله إلا عقلي معاكم وانتم جايين في الطريق وانا نقول يا ربي جيبهم على خير يا ربي جيبهم بخير وعلى خير. يخليك الكبيدة ديالي الله يحفظك بنيتي الله يسهل عليك. كي داير الوالدة وكي داير الوالدة الحمد لله حنا بخير. ما عرفت ما انت عارفة الخدمة كثيرة بزاف هاد الأيام حنا حاولنا نبقاو كدير لك وجبة كنسهل لك كنسهل لك مع راسك. الله يبارك فيك خالتي الله يبارك فيك. حنا وليدي ما تجيبيش لنا شي كاس الماء الحاج نجيب لك كاس الماء انت وليدي هاد الدوش حداك نوض وجيتي مع الطريق وداك الشيء عرقان وانا راه مجدة الغدم مجدة كل شيء. شكرا ربي يخليك ماما مجدة ديالك الأكلة اللي كتعجبني مجدة بنتي ومجدة نسيبي تا هو الأكلة اللي كيبغي ربي يخليك. جيب لك وليدي مويها هي علاش لا مرحبا. شي غير نفس الديكور عندكم في الدار تطلع ليا في راسي شكون قلت لك ناخذ لوطيل تبارك عليا ماما ماما ما عجبنيش. ايوا توحش ماما بغيت نشوفها. واحنا جبنا لك ماما انا ما عجبنيش الحال نمشي انا انت راك عارفه اللي بغيت. المهم الا عجبك الديكور بغيتي تبدلو حط الفلوس نبدلو ماشي مشكل ماشي مشكل يلاه. انت كان داك تمشي تشري طوموبيل اخرى تبدلها وثاني الطوموبيل عيقتي بزاف. لا لا اختك كي لي ديالك كيف عليهم حيت شريو 5000 درهم انت كعبا وميمه اختي على السلامة. اسماء اختي شتا عليك اسيدي داك كثير اختي والله الا يا اختي توحشتك وحق عاد شويه اسماء بشويه تما كبير اخويا لاباس عليك والله توحشتك اختي الجبوسي راه فكرة الزيت كتخنق اشي
راحيتش كنت دايره واحد الضوا في شعري داكشي علاش باقا ما دويش. كي دايره اختي وكي درتي مع الطريق؟ الله يلا بيا خيري توفك خير وربح حبيبتي. والله الا قالت لي ماما راكي جايه والله الا فرحانه توحشتك اختي. ايه ربي يخليك حبيبه شكرا لهنا يخطك عليا انت لا توحشتك. مالك اختي على هاد الحاله كي وليتي بحال هكا اختي؟ اش غنقول لك مع الزمان وتماره والراجل مسكينه ما بقاش خدام ليا وجراو علينا من ديور الكرا واحد التكرفيصه ما تبغيش العدوك اختي راه ربي اللي عارف. راه حنا يلا جينا غير اليوم جيت غنجلس عند امي واحد 3 ايام ولا سيمانه بما لقينا عاوتاني شي دار نكريو. ما شاو انت جوه حنا تجينا شنقول لك اختي الله يكون في عونك مسكينه تبهدلتي. اش باغي كيديروا عندك خوات امي هنايا؟ هاد الخويت ما سادو ماني ما بغيتش نفرط فيهم راك عارفه معزتهم عندي. ايوا ديما المرحوم الله يرحمها. ايوا امي الله يرحمها جداتي مسكينه كانت كتموت عليا وقلدتني ما نبيعهمش وانا واخا كنت حز ما كنقدش نبيعهم. ايوا يا اختي اش باغي نقول لك الله يديرك شي تاوي ديال الخير. انا يلا كيش ماما غي خدات هاد المدينه ديال 8 مليون الله يخليه لي ويطول لي عمرها. كل خير حياتي ربي يخليك. ايوا بصحتك حبيبتي بصحتك وبراحتك وانت يا اختي راك عزيزه عليا تستاهلي الذهب وتستاهلي الالماس والله يخلي لك راجلك اللي مهلي فيك والله يسهل عليكم. امين يا رب. وعلى الدعاوي ان شاء الله غادي نشوف راجلك شي خدمه عنده في الشركه واخا عساس خوت خوت يتعشاني. شكرا خالتي. اسمع نوضي خلي هذاك يرتاحوا ويدوشوا نوضي نوجدوا الغدانا نوضي بنيتي واخا نوضي نوضي بنيتي خلي ما تخوك هذيك خصك باقي راجلك. قولي لي اختي واش بصح راجلك يقدر يخدمها؟ لا 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 غادي نشوف معاه غنشوف معاه غير خلي السيفي عند اميمة وانا غادي نشوف معاه من بعد. عافاك الشيء شوف شوف لا ما تخافش نمشي واحد سيكوريتي كنعيان شويه نشوف ليلى بغا يقطع لي ماشي مشكل تاع حساس مزيان داكور داكور كوني هاني شوف المهم غير يتحرك ان شاء الله ان شاء الله. اسمع نوضي نوضي سمعيني سمعيني انا غادي نوض نشوف امي ارتاحوا. مرة جيب لي ولد عمك ولد خالتك راجل اختك العائلة كاملة غنخدمو حنا ما فهمتش هادشي اللي بغيتي عندنا واحد كتبغي كنموت عليك اش حمق يا غنضوش انا غادي نمشي نبكي يلاه سيري واش ديري الفوطة ديالي وداك الشيء الله يا ربي ستريس من واخا تاع الباب. جيتي مالكم شفتي فين كوليتي؟ ما قلت لهم والو راه كنت كنطلب فيه باش يخدم راجلي عنده في الشريك. هادشي علاش ما بغيتكش تلاقي مع اختك وراجلها اختك راه ما ترضاش ماش فيها راه عندي وجهك كحل وكنت كحليني حتى حنا معاك. امال انا شنو درت على هذاك الراجل مالو يتيم لسات قلبي ليتي على الخدمه والراجل حنا دافعين كبير قدامه وانت طيحت كحلينا في وجهنا قدامه وراه ما فيها حتى شي عيب الا خدم وزيدونا انا ما عنديش فين نسكن ما عندنا حتى شي حاجه خاصني نقلب على راسي. مالو هو سوقو سالي التيسع سالي الخلا خدمي في معتفين ها فاتي عليك خصك والراجل ما ترضاش دابا تشوفي اش غدير لك تيحيد راجلها راه ما ترضاش ما ترضاش ما ترضاش ديما تقول لي وسخت بنتك وصي بنتك راه هي اللي قالتها بفمها. اش قالت؟ قالت نشوف ليه شي خدمه. يا رب العالمين كيف قلتي على حشمتي قدام راجلها ما صارت ما تقول زيدي تبعيني تبعيني لبنا تبعيني تبعيني للكوزينه. سمحي لي بزاف عدبتك معاه. اش عدبتيني يا عبد الغفور الله يهديك انت عارفني انا راني كنبغيك والحمد لله غير ملي لقينا هاد البيت واخا حنا جالسين على الدص ماشي مشكل. انا عبد الغفور اهم حاجه هي انني معاك انا ما غاديش نخليك. ما كرهتش نعيشك بخير ولكن المجتمع كيحترمنيش دابا ان شاء الله نخدمو ونوليو لاباس علينا ونمشي لك دار كبير ماشي مشكلة يا عبد الغفور انا قابلة على كلشي على اي حاجة انا فادا متقولش بحال ماك المهم احنا دابا معدين في هاد البيت
قلتي للراجل اختك قلب لي على الخدمه. قلت لي شوف راني هضرت مع اختي وهضرت مع راجلها وقال لك راه غيلقى لك شي خدمه عنده في الشركه. شوف اي حاجه قالها لك غيسلك نقول واخا، اي حاجه كيما قالها لك قول لي واخا صافي صافي. دير لي خاطرو باش هكا يخدمك باش نلقاو باش نكريو عاوتاني. امك كتبقى تعيرنا بزاف، كنا خليتيني نولي نبات في الزنقه. واش مصطي كتبقى تحت قرنك. شوف عبد الغفور بلا ما تبقى تقول لي هاد الهضره، نالي غتبات في الزنقه انا غنبات معاك فيها صافي بلا ما تزيد عليا. الصراحه ما بقاوش عيالات بحال قلي. شوف صافي صافي امي صافي. شوف اي حاجه قال لك قول لي واخا صافي. انا مشيت للصالون نبرك شويه نفرج في التلفاز واخا. كيما وصيتك اللي قالها لك قول لي واخا، وما ما تبقاش تدي عليها ما تبقاش تجاوبها خليها تعير كيما بغات. صافي الله يعاونك. صافي عطيتهم السيفي قال لي تنعيطوا. حاول شويه وليدي حاول، هاد المره ملي تبرك مع راسك تعلم تهضر من راه ما يبغيوش الراجل يكون بحالك، يبغيو الراجل يكون شويه مراجل اللي غادي يحس بالمسؤوليه، راه يحس بك بحال الدري الصغير. كاع ما كنت هكا انا من ماتت مي عاد وليت هكا. والله الرحمه راه خلاتك راجل وخلاتك دري صغير مي الله يرحمها ماتت. واحد القضيه ثلاث ايام راه سالات ديال ايوا شحال قلت لكم غتبقاو باركين معايا هنا وليدي. المراه راه ما تهز الراجل صباي مبري معايا خالتي والله تنخدم ان شاء الله نعاونك. لا وليدي عاون على راسك وعاون مرتك، انا قاده براسي انا نسيلي هازني وعاطيني ما خلي خاصني حتى من شي حاجه. نخدم. السلام عليكم. عليكم السلام وليدي. لاباس خالتي حاجه؟ لاباس الله يبارك فيك الحمد لله. ارتاحيتي شويه من الطريق؟ بخير انا مرتاح الحمد لله. عسي مزيانه وليدي؟ بخير صافي هو مزيانه وليدي عمرتو علينا الله يرضى عليك. الله يكبر بك. الله يرضى وليدي. انت لاباس كلشي مزيان؟ الحمد لله الحمد لله. واش مالك؟ مالك كتبان لي في هضرتك شويه ثقيل ما عرفتش علاش؟ عندك شي مشكل ولا شنو؟ انا كنت بخير. بغى يقول لك امو مصدوم عليها، تصدم على امو ملي ماتت. صافي جي قول لي عمرك حاولتي تشوف الطبيب ولا شي حاجه؟ ما عنديش فلوس باش. صافي شوف غندير معاك واحد الوجه زوين، عندي واحد الطبيب صاحبي عنده علاقه بهادشي ديال هاد الامراض هادو اللي كيكونوا مثلا شي واحد اللي كيتمتم ولا عنده المخارج الحروف ماشي هما دوك، غادي ناخذ لك رونديفو من عنده وغادي تمشي تشوف شنو عندك. ماشي مشكل. ماشي مشكل. شكرا. راه عندو الورد عيشو الورد. ماشي مشكل الحاج ماشي مشكل. يلا انا خليتكم نعمركم شكويز ديال اساي واخا. شكرا. انت كيفاش اصاحبي؟ والو. لا خاصك تخدم اصاحبي. كيقولوا لي جي بالسيف. شكرا بقيتي بحال هكا كوكا وما غاتخدم ما والو. يجيك مليح نقول واحد الحاجة. نطولو ونقصرو. انت راه بهاد الطريقه باش كتمتم ماشي عمرك كتخدم. بالنسبه لي انا ما عندك ما دير ليا في الشركه، كنبغي بنادم اللي يعرفها كيكومونيكي يعرف كيفاش يكون في لو سيرفيس. وبالنسبه لك انت راه والو، غدير واحد الحاجه وغدير مزيان مع راسك. دابا نيت غتجيب لي واحد الباكيت ديال الكارو والصرف خذو صافي. يلا هاك يكون خير غير سير. شنو بغيتي تجي؟ قلت لك باكية ديال الكارو سير اصاحبي. سلام. بالي انت ثقيل ما غتخدمش اصلا انت. شكديري انت؟ شكندير امي؟ كنحط في الغدا حيت عبد الغفور باش يتغدى بغا يمشي يقلب على خدمة. امال عبد الغفور انا مش راضي عليا
ولا عبد الغفور كان يجيب فين يحط لي فيه ويقول لي طيب يا عدوس نسيتيو اوليدي مباركة زيارتك لي 3 ايام محشومه وانا طلعتي لي هنا في راسي لا بغيتي تقلب على خدمه ما تقدرش تمشي دير بالي راسك انا عندي قال لي نسيبي نوكلو نسيبي الاخر ومحشومه الا كان ما بقيتش فك ولا ما كتخرميش لي انا سمحي لي خالتي انا سامحك غفور بلا استغدا ماشي مشكل ماشي مشكل غناكم في الزنقه ما ديرش على راسك معايا انت شنو واقع ماما بقاو تلعبوني وسطكم وين بنيتي اللي عطاه ليا راجل كنصرفو يقرضوا ليا هذاك المراجل ولي جيتي تشوفي اسماء راه عندها الحق فين عمرك شي شي راجل كيبرك في دار نسابو سمعي نقول لك اختي راجلك خاصو يدير نفسه يمشي يخدم تعلمي عمل خصك ولا ما عجبكش الحال طلقي وتزوجي باقا صغيره قول ما تدفني راسك تولدي الولاد انا يا صافي تقهمت وشبعت وقنعت تغداو غير نتوما تفرضاش شي ملي دوي معاها شي واحد في الصح بدا ديما علينا بدا دير لنا راه هي المظلومه صافي بنيتي خليها دبر راسها خليها عيط لمنير عيطي لا حبيبه ديالي مامي منير ما مساليش اليوم عنده ان شاء الله واحد الشراكه جديده مع مسيو السكتاني الله يكمل عليكم بالخير يا بنيتي تبارك الله الراجل منور وعم زيد الخدام الله يسهل عليك انتي مرضيه يا بنيتي مرضيه ربي يخليك ماما ماما انا ما عجبش عليا الطاجين واخا مطيبه على قبلي طيب كنت كناكل الطاجين شنو طيب لك بنيتي انا طيبه على قبل راجلك حيت هز علي الحوت عرفتي ماما ما كرهتش تصوبي لي شي حاجه ريجين بغيت نضعف شويه واخا بنيتي صافي سيري تكيت شويه سيري تبارك الله على بنتي كي طبرت لي على الراجل مكود ماشي بحال هذاك الطوره طبر لي عليه يكحل وجه نهار كبير سيموني الله يكبر بك الحاج اخوتي شاد المجيا ما علمتوني ما والو غنوجدوا ليكم بعدا شنو نقول لك ماما ياك ما كاين لاباس خوت ماما باش نسولك وجاوبني ايه ياك انا كنت كنوقف معاك ايه كنتي توقفي معايا وكنتي مرضيه معايا وكل شيء وديما كنتي لافك الحاجه الله ينفعك عيدك كي وصلك كل شيء وانا فاش لحقتكم اوليدي فاش لحقتكم ما كاين باس اللي تشهي جاي في الدار كنت نشريها لك هي ودابا شنو لك قولوا مالكم انا خلعتوني واش مشتوني ما عرفتش شنو كاين وتوجيهكم ما عاجبنيش حاجتي هو الحل الوحيد اللي بقى واش من حل يا وليدي اش ما كاينش من دابا حنا عندنا واحد المشكله بسيطه وغادي نحلوها ماشي شي حاجه هي هي وما تكمل الله يسمعنا خير قولي بنيتي قولي ماما بغينا نسكو عندك واحد الشهر بما حل منير المشاكل ديالو حتى داك الشيء كاد اللي كان كيعطي غير خفيهم حتى الدنيا وما عندوش باش يخلص اخويتي ما كرهناش داك الذهب اللي كنا كنجيبو لك تسلفي لينا واش من ذهب كنتي تجيبي ليا عاد كابر عليك تجيب لك الذهب كتنجيب لك الذهب وي انا على شي حاجه جاي غير ازمه وغتفوت ورد داك الشيء كنا كنعطيكم ماما وانا كنبيعو باش نحل المشاكل ديالو واش بغيتي واش عندي خوتي ما يتباعش عندي ما يتباع كنا الذهب اللي كنعطاك ها هذيك الخويتي وداك الشيء اللي كنت تعطيني اخوتي يا ماما داك السرد صافي وقع لكم المشكل قصدتوني انا هادشي تتم معاها في الطريق معاها في راه حنا وقعنا في مشكل راه ماشي عام الراجل ولا وقعتي في مشكل وليدي راه عندك والديك وعندك خوتك امك ما كانتش تعطيها ولدك ما كانتش هازمو ولا عندك مع الطوموبيلات ولا عندك مع فوق مشكل كراسك راه واحد المراه كبيره واش عندي من ذهب انا اش من ذهب عندي وما ما نغدبش سير وليدي الله يسهل عليك تبعي ياك ماما تبعي راجلك سيروا فوق مشكلتكم ليه بغيت تحكي لي والله مزيان والله الا حب كل اسماء فوق
سيري عندي ضربة سوتي انا فيها قصدني انايا تا باقي لي الاخرين تاهما يا بركو عندي تاهما يا اكثر من شهرين تاهما غادي نبقى انا ما كاين فيهم ما بان فيهم الخير تاهما غادي نتري عليهم اخوتي خلوني نلعب بوحدي علي عندها شي غاوته وشي مشكل تم جايبا لي سلوكيات وجهي قاصداني هادي عندها شي مشكل جات غرقني فيه مالك غتركبو فيا شي صبر ولا بعداش غتركبو فيا علي عندها شي مشكل مع راجلها هادشي عندي انا قدام الزاويه مش واقع اش كاين خلعتيني انا اش كاين اه اش كاين اختك خويك دراستي وياها مالها اختي اش واقع اش كاين مالك جايه كتغوتي اختك راجلها ضربات وسالفه وجايه عندي انايا ما حقاش شي كات ماشي كات انا مالي خوتي انا مالي كتنولد فيهم كتنولد فيه لواء ولا هذاك اللي عندك بعداك هذاك اللي عندي انا ما كيطلب من عندك امي لا فلوس لا شي حاجه عاطيك تسع موقر كل مره كيبيرو كل راسو انا باينه قفتو هنايا عقفه تاع عقفه راه ما فحالناش امي شغل نديرو انا في حالي راك شي راجلي مسكين راه واحد ما كيرحم راه المجتمع ما كيرحمش كملي امي عينك كملي امي عينك بلاتي بلاتي تليفوني كيصون ها هو كيصون عليا الو عبد الغفور مالك اش كاين هاي بصح قول اقسم بالله وزغرتي امي زغرتي صافي سير تجي وامي زغرتي ضربنا بوتها وراجلي ورث الارض ديال با فرحتي قد فرحة الدنيا العزبة ديالي زينة ولا لا العزبة ديالك زينة أمي نمشي نشوف راجلي سيري خوتي سيري إيوا عاد نتي زينة مالها دخلت علي بالربح هاكا معرض نوطي مع دك سرين وأنا اللي وقفت معاك شوفي مي انتي عارفه انا من داك النوع اللي ما كنبغيش نشقيك معايا ولا نعذبك معايا عارفه كبنتي مرضيه الله انتي عارفه انا شحال من مره قلت لك يلا سكني معنا في دارنا الجديده وانتي ما كتبغيش يا بنيتي الله يرضى عليك انا عارفه ولكن ما حالي ما نسخوش بها بنيتي هذاك الشيء اللي غادي تديني وتصرفي عليا صافي عليا هنا عطيه ليا هنا فلوس لا خالتي جينا نقولوا لك راه وجدنا لك كل شيء وراق وكل شيء باش نديك العمره في هذا رمضان هذا ان شاء الله الله يرضى عليك وليدي الله يفرجك برد باغي نعطيك برد رانا بحال مهمتك الله يرضى عليك واخا وليدي جاتني مفاجاه كنت باغا فلوس ولكن معليش وليدي بحال بحال تا امي ما تكوني هاني حتى شي حاجه ما غاداش تخصك معانا وحتى شي حاجه راه نخليك مخصوصه معانا ما غنساوش واش شديتينا عندك ملي ما لقيناش فين نسكنوا وشحال من حاجه الله يرضى عليك بنتي الله يرضى عليك الله يرضى عليك سيري بنتي الدار داركم دار داركم بلا ما نقول لكم مرحبا شكرا يلا سيري هضري مع راجلك وشوفي اش خاصه وشوفي شكرا اخي امي فرحانه بزاف هادشي كامل فضل ديالك نتي حيت نتي وقفتي معايا وكنتي معايا مرة وشحال من حاجة زوينة نتي سبب شوف عبد الغفور هادشي كامل ربي اللي كان كتبو وانا يا ما نقدرش نتخلى عليك وانت راك راجلي وعزيز عليا وكنبغيك
وما نقدرش نفرطك، وانا دائما معاك في الحلوه وفي المره. اخبار قاوش عيالات في حالتي قليل. هادشي علاش غنسالي لك طوموبيل كبيره ان شاء الله هاد السيمانه. شوف عبد الرافع، انا ما باغا لا طوموبيل لا حتى شي حاجه، بارك علينا غير الطوموبيل اللي خديناها دابا ديالتك. انا هذاك الفلوس بغينا ان شاء الله نديرو بهم شي مشاريع، ما عرفتي الوقت والزمان، بغينا هذاك المشروع نطوروه وان شاء الله نزيدو لقدام، وهكا حنا اللي غنكونوا رابحين. اما الطوموبيل انا ما عندي ما ندير بها، بارك عليا غير انت بجنبي. صراحة انتي بنت الناس والله، ان شاء الله نولد بنت ونسميها اسماء. اه ويلي غتولد بنت معايا وتسميها غير سميتي. بغيت والله يخليك ليا راجل. شكرا بزاف حيت وقفتي معايا من البداية لهنا، وان شاء الله غادي نولوا لاباس كثر منك ان شاء الله. انا حمد ربي وشاكره بهاد النهار اللي حنا وصلنا ليه، كدايما نحس ربي ما غاديش يخيبنا، ودائما المراه خصها توقف مع راجلها في الحلوه وفي المره، ما تكونش معاه غير في الحلوه، ونهار المره تمشي وتخليه. هاك كيكونوا بنات الناس. والله يخليك ليا. امين. والله يخليك ليا. نمشيو نبركوا، بارك علينا من البيت.